الحمد لله الكبير المتعال ذو العزة والجلال والنعام والأفضال، أحمده في كل حال وأصلي وأسلم على رسوله والآل، صلاة إجلال وتعبدا لله في كل مقال. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هر دمت خير وخوش يادبن إن شاء الله. درس عنوان باباتي أفريكا دي بن نوفو نشان السماحة سهل صانهية ديني إسلامتية خوط على الشيا وفي أي ديني إسلامتية ببت آخر دمائك دين وبيغمبري محمد عليه الصلاة والسلام ببت دمائك بيغمبر جانا خاسمة أف دينا هند هندك طيبت مندي وهندك خصائصه هندك متميزات نافي دين دي هاي دا بگنجد بو همی وقت و سردمان اف دینه هاتی بو بشریت پیگو اف دینه هاتی خود تعالی گوتی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اجبلی وی دینی نایت هل بجارتن ببت ریباز و یاستا و دستور بو بشریت اف دینه اکم گوتی سماحت و عفو صانهی و لیبوریناوی دیارت بت التشریعات تویدت احکام تویدت سلوکیات تویدت اخلاق تویدت ات منهجی ویدت یا ساو دستوری ویده ات ناف ویدینی ده دیارت بد دمی خطاعت بشت بشت پیغمبر علیه السلام خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین امام سعد بشت بشت اف آیتا کومک آن جامعا لکل حسن الخلق هر اخلاق که باش و اتلاو تیت بن باری وی آیتا هانی ده اد بيجت يعني اد فيت مروفي مسلمان وباوردار يعني ات معاملات تخودا ات كارو كريار تخودا ات روش تخودا سلوكيات تخودا اللي مقابل خو ببورن يتجاوزوا عن تقصيرهم وغض الطرف يعني بيش جوها بوفيجن كيمو كياسي خلاتيت وانا سروانا حسب نكن بل كو خو تعالى اشارة بهندت بيجت بيغمبري عليه السلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. امام السعد بيجت بيجت اباجك رحمك ودلوفانيك اش دف خدي تعالى كو ايكي وقتا خضان حلمو نرماتيو عفو ليبورينو خصطت تباش التهابن تبكت بيغمبر ابا رحمك ودلوفانيك اش دف خو تعالى بصحابو هافول انت اش قصدت تنهل بجارتي چمكن وان خصلت وصار وخدت هني التبا دابينا اتناف خياتنا تو بيلاو كري اوا والتكرا كل وانا ببوري عفو لبورين وانا بكي اوا والوانا كرا كو تو دل نرم بي ورحيم بي القلوانا واخلاقك اللو نيشوانا بدت فاجتمعوا عليك الدورماني تكون بين واحبوك حشتكرن برياري تبجه ايناتن اگر تو حسان نبای داشته دیر کبن داشته بکربو کیم بن دا بن دجمنو نیاری تا پیگریب امرو نهی تند کرن اویا فبیما رحمتی من الله اوه رحمك و دلووانی کش دف خود تعالا آیت اگدی خطب جوا این کان ذو عسرت فناظرت الى میسر و ان تصدقوا خیرا لكم ان كنتم تعلمون خود تعالا دوید نفس و مروف مسلمان بلند بکت بجه انت اوستي سماحت وليبورين وعفو الجل مقابل تقوى رحيم بيغمبر عليه الصلاه والسلام رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى رحمه دلوفانيا خد تعالى بسرويك سيدا بيت اوي وقتي بفروشت سهل بت صانهي بت يعني قايش كيشي نكت جرو براي نكت آستنگ و زحمت نه خط پیشی مقابلی ای مشتری سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى وقت بفروشت وقت بکرت وقت دین بدت ای که اوه بو چی؟ یعنی پیغمبر علیه السلام چه جارا؟ چه توجیه هک؟ چه آموشگاری که بال مسلمان و دینادت آن توجیه وانا ناکت الا خیر و مفا دین و دنیا وانت دبت الا بركت كبت جيانا واندت عمري واندت رزقي واندت وقتي واندت أبا بوشي مسلمان هاندت أف كارو كريارت هاني بكن أف رفتارة بكن أف خصلة دفق بيداكن عفو لبولين سماحة دفوانا هبت دا بركت شوانا بقرد دا أف بركت هاني قلق بيد فيو قلق ضروري بمر في باوردار مسلمان جبر هندي يعني خطاعت بجد أو كس أي وصا
يعني پیغمبر علیه السلام دشت او کسی وصل لیم بد سهل بد صانه بد دیخو مستحقی رحم و دلوانی خود تعالی کت دیخو مستحقی هند کت خود تعالی اویج عفی کت عبد الله بن مسعود بيش قلت پیغمبر علیه السلام قلت الا اخبركم بمن يحرم على النار او بمن تحرم النار على كل قريب هين سهل آگر سرخ و حرامت کت کسانه که کار و کریار و رفتار و اخلاقت بی عفو و لیبورین و سماحت ده بد آگر سرخ و حرام که حرامت کت ای که وسط نافخویه خود بسوجد یا سبحان الله اوه یعنی جانا پیغمبر علیه السلام توجیهات توی کار و کریار توی هر دیسانه افروکا اگر تبوید رحم و دلوانی خود علش تبگرد اگر تبوید مغفرت خود علش تبگرد افروکا اگر تبوید برکت اتناف مالات ده زیده بد اوان کار و کریارت هنه بکه اوان توجیهات پیغمبری علیه السلام جه بینه او امر مکری و فرمان مکری ابن تیمیت بیجد سما يعني صبر سماحت دو صفات ادفيت مروفي باردار دفخو پیدا کت اشكيري ابا خفتنا ايناتا اون دليلي ويشيا چت اف آياتات بينات يا قرآن بيروس وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة مروفي باردار ابا 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 صفات توانا صاروخات توانا رفتار توانا اخلاق توانا سماحت توانا نفس خسر هندي پروردكري اگر مروف صبر نبود دی چهور خلکی بولد صبر کیشان سر ازیت دانا خلکی سر تحمل سر گرفتت وانا سر نخوشیت وانا سر تأخیر بینا ادا کرنا پار دینت وانا اول صبر بود بید اول مشقت بود بید اول نفست مازم بود بید اول بید مروف سر خو کار کربت شغل کربت حتی نفس خواصا برزو بلند کربت السمح أوى مروفي السمح ولين وصانه أوى خوشيا جيانب دس خوفتينت تناهيات دلاب دس خوفتينت هناءة العيش بدس خوفتينت چمكيني أبا خود قنجينت قل همي وقت سردما أفرو كامت بين واقع سردم چند تقلبات وقهورين تنكرن سر وضع مروفي جيانا مروفي يعني حالة اقتصادي هندك جار مروف دي رابط سحاري خود تعالى كلامك اللي كري هندك جار دي قلدن قباسي نمانا او بار او رزق او نعمت او خوشي او البردستي بي وقت جان كاوداناوي هو صابت قهورين تدبت جارك بلند و جارك نزمه و جارك زنگينية و جارك فقيرية كيشت خوب قنجين تقل في واقعي بي سردمي وان قهورين تاني مروی سهل و صانهی مروی خلکی ببورید مروی گلک زحمت و آستانگانه خطا پیشی آخوا مروی چه قیمت و گرنگی ندید دنیای اف مروی اف انسانه اف شکل همی کودانا صانهی سر ببورید چه ایش درونی و نخوشی و یعنی آستانگ نکویل پیشی آوی چه دودلی با چه نابد چه حالت نفسی با چه نابد چه قیران بخود درست ناکد قیران توهمی دشبر هندي مروف السهل وصانهي أف نعمة تبدس خوفا إنت هناءة العيش والبال والسعادة وبختواري بدس خوفا إنت تقبل مقادير خود تعالى ديكت مونا إيكش أركانة إيماني أوا تبيرو بوارب قضاء وقدري هبت إي خود تعالى دي روجكي والتاكت نون التهزرت بت إي قلت الدنيا سهل وصانهي نبت الدفتة تول خلقي نبوري تو نعلم تبيت تخو نعلم وان دبت أف خلق وأخلاق هني سماحة وعفو وصبر دي توشي قالك جرفته بي دي خدينكت يعني دي 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 خد تعالى تهمت باركي ديني إسلامية تهمت باركي بيغمبر تهمت باركي بوشي اسكتمت في حالتي في أصلاكي في نخوشي في أودي هني أجر تو مروبك سمح لين بي وصانهي بي دي قالك تقبل مقادير خد تعالى كي خوش بت نخوش بت زحمت بد گرفت بد آستانگ بد ده بورینی یظفر بی محبت الناس مرو بی سهل و صانهی با چند حجه کردی دورمانی پی کن بن مونه ایکیش صفت سرکی پیغمبری بی علیه السلام اگر سهل و صانهی نبا هزارها بصدان هزار بلکن ملاینا
دفوينتكتن أوامرتي بجهنتينوتن سماحة بيغمبري عليه الصلاة والسلام وقت داخلي مكهي بفتح مكهي كر شوى دجمنت خوا شكاندن دجمنت يوجا كيبين أو درندا نان لي كربين هزرت نان لي حرام كربين إش مكهي داري خستبن نخشدناتم وكشتناوي بسر مكهي دا قرت سماحة صانهية بيغمبري عليه الصلاة والسلام عفو لبنى بيغمبري عليه الصلاة والسلام قلتوا اذهبوا فأنتم الطلقاء حمي أذكرن اذهبوا أنتم الطلقاء كسكي خضان نفسك ما ظنبت ناشي تبيرت دوج من إدخوا أبو عبيد عامر بن جراح وقت فتوحات كرن أو جهة دا قرت بن كنترول لشكري إسلامتي دا قرت دا فتح كد بمسلمانا دا معاهدة الجلوانا تشيكت معاهدة شابي دا سوزو بيمان دتوانا أجر دجمناتي مسلمانا نكر با دافان صلح القلوانا كت داب يشتوانا كنيسة وانا ومعبدة وانا وجهي عبادة تكرنا وانا هم بوابت دي ايمن بنتي دا بلوت نيفا باجيري دابت كساكي او حقنين بهر فينت كساكي نشت ازيات بجينتوا كساكي نشت جيانا وبيخت بن مطرسية دا سارو دا نبيست قلوانا صلح معاهدة دا جيانا وجه ايمن بت ايمن بنفن ايمن رابن ايمن هرن برف كارو كريارت خوا يا سبحان الله جيانا و سر يعني ام دي باريزين هر مطرسي سر وهبت لشكري اسلام ديشوا دفع عدد يا سبحان الله افامي جوا مسلمانا يا افامي جوا صحابين بيروزن اري باشا هين بخوديكنا اري افا بهنا داگیر کرنی جیتید اری اف فتوحاتت هنی وقتی لشکری مسلمان پیراد بینید چون عرض فتحت کرن بودین خود تعالی بو مسلمان اری اوه تالان کرنا خزینه و سروت و سامانت خلکی بین اری اوه تجاوز سرمال و سامانت وانا اری اوه اعتداء على حریت الادیان ملیارات المستحیلاتانه باشه لشکرک چه مجبوره؟ بچت قوناغت هزارها کیلومتر را شقینت خوبی خط مطرسیه ده دولتا فتح کت پاراستن الخلکی بکت سنورتوانا پاریزت ببینت هشیار حرسیل وانا بکت و او بچن دین اکدی بخوال بجیرن و نه انسر دینی اسلامتیه ده جک اره لشکری مسلمان و قائدت مسلمان چه مجبوره وبکن؟ اگر نه سماحتا اسلامی بد اگر نه عفو لبورینا دینی اسلامتی بد بلکو آرمان جا سرکی یه قائد و لشکرت مسلمان وقتی چون غزا و فتح و دولت و فتحت کرن دار رحمت و سهل و صانهی و عفو لیبورینا اسلامی نیشوان ابدن مقصد و ناو بی بچن تالانی خلکی تعدل خلکی بکن کوتک دینوانا بدل کن اوه یعنی بلا مروف مسلمان بچن جیانا وان صحابا بخونید جان پیغمبری علیه السلام بخوینید دا بزانت دینیوی چه فرمان رو بید کت دا بزانت دینیوی چند بهایا چند قدر چند پیروز افرو که من تقصیری در حقیقی دینیه کری مخابن و هزار جار مخابن مسلمان افرو که هند بشک و گمان نش دینی خواه مخابن مسلمان افرو که دینی خواه باشتی نگهشتینه چند بهایا چند بریز چند قدر چند چند پیروزه پیغمبر یوسف علیه السلام او پلان او کشتن تیده دینن باش ناف چونه پیغمبر یوسفی بس وقتید بر عزیز مصری چید بیشت براید خوانا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحم من خود تعالی و بورد من تندو تیجیت ناخی خود نحوانده من هزرا طول وکرنی نکره کی نشات دای ای پیغمبر یوسف علیه السلام ديني بيروس سماحتا توحيدي ديني وحي تشريعات عسماني يقولتين من الدفيت اتناخي خودا باقش بي باق بي حتى خو تعالى چد بيشتا مروب المسلمان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين خود تعالى نهي وناكت اتمحلو كولونت ودا
جيرانه و مقابله و نزيكه و كسانك هبت نسر آين و دينه تبت تو معامل تاخوال قلب باش بكي تو لبو بوري تو صبر خسر بكيشي تو سردان آوي بكي سردان نساخي آوي بكي پرسار حالي بكي فقير آوي الهوار آوي بكي بس اگر ندجمن دجمن داريا دينه تنكت تحق هاي وان موافا حميل قلب كار بيني يا سبحان الله افا چه دينه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن دا بانغوازيه بك ابو في ديني واگر هندك هبن نفن اف بانغوازيه تو بكي اگر مجادله قلت بكن وجادلهم بالتي هي احسن الشيخ محمد صادق اد بيجد همي امراء وقائدة مسلمانا رفق سماحة بكار إناتن تصلحوا معاهدات خدا أبابي أرمان جوان سركي ولي مقابلي كر دجمني واناكر فوج هزارها بين داخلي في ديني بن دستي خبكن دستي مسلمانا دا طلهو نخش دجمنا نيشا مسلمانا بدن يا سبحان الله اتبيجت سماحتا اسلامي وتطبيق كرنا اف ياساو دستوري اسلامي سر خلقي دي نمسلمان اول اسلامي كر خلق زيكا بنتنا في ديني دا اول في ديني كر زيكا چار قلاش كي الدنيا وقرد وهند سريعي بربلاف بت چمكيني پیغمبر واسيات وقيوات بانا كر بي اغزو بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا چند او موجگاري وسط وانا كرت هشيار بن بس اوه ضرر بگين تاو شاري وابكت شاري وانا بكن جبلي وحق نينا هين تعدل كساك بكن يا ربي نافو دنكي في ديني الچار قلاش كي الدنياي بربلافكي داشنيكا خلق بهنو نفسا اسلامي هلكيشن جان راستقينا ورقرن وتيدا بجين رجا قيامتي جزاو أجر ومديمة يا ربي آمين والحمد لله رب العالمين.